هنا واحد السلام عليكم متتبعين قناه الطبخ مع عز العبدي. كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم. نتمنى نلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال كيف ديما. كنشكر جميع الاخوان والاخوات من ارض الوطن وخارج ارض الوطن على التفاعل الدائم وعلى الكلمه الطيبه. الله يحفظكم ويضمنكم ويسر اموركم. وتحيه لخوتنا المغاربه كاملين واحد واحد. وان شاء الله باش غادي نتشاركوا معنا واحد المناسبه في مولاي بوزرقطون الشيادمه. مولاي بوزرقطون فجا في منطقه ساحليه كنفوتوا تقريبا اش كيقولوا ليهم كنفوتوا اقرمود وكنوصلوا مولاي بوزرقطون. ان شاء الله باش غادي نتشاركوا معنا الاجواء وتعيشوها معنا. وكنحيي الاستاذه اللي يعني كان لي الشرف انها تستدعيني وكنشكرها جزيل الشكر. هي والصهر ديالها الشريف كلشي على الشريف كلشي على الشريف من مولاي بوزرقطون حتى لمراكش. تحيه الناس مراكش، تحيه للشيادمه، تحيه لعبده دكال المغاربه من طنجه للقويره ومن وجده للصويره. الله يحفظكم ويضمنكم ولينا شي غرض الله يقضي لي. شيماء من دار البيضاء مورقول بنت لالا امينه المغاربه المغربيات اللي نوا شي غرض لوليداته الله يقضيه ليه. الله يوقف علامهم ويسهل عليهم وينجح وليدات الباك، وليدات التحضيري، وليدات لا ليسونس، وليدات الجامعه، الناس ديال يلحق بحال انا وخالتكم الفنان. ديما حنا كنا 4 سنين 5 سنين في القسم ما كنسخاوش بالمعلم كيبقى فينا غيبقى واحد والله ما كنبقاو منسينو. المهم مرحبا بكم ان شاء الله. ندخلوا الفكاهه والبسط وعيشوا معنا الاجواء. عندنا اللحم اليوم غيتسربى في طواجن هيتخر. وتحيه للشرفه وتحيه للشريف والشريف والشريف وكل شيء على الشريف. والاستاذه بين قوسين قلبوا على شكون. يلا مرحبا بكم. هنا ان شاء الله اللحم كيف ما كتشاهدوا هانتوما اللحم عبده غادي تاع الشادمه. تحيه لنا الشادمه وتحيه لعبده وتحيه لعبد الخالق. عبد الخالق الجزار الهتوت. اللحم على مزيناتو ناضيه. بارك الله على سيدي احمد. هنا انتم اللحم كنجمعوه في الكاغط باش يبقى مصور ان شاء الله. والسي عبد الخالق راه خدام تبارك الله ما شاء الله الله يعطيه العز. ان شاء الله التقديه البصله اللحم دجاج الفاخر المواعن طنوبيل تاع السلام ان شاء الله وصلها لي ان شاء الله تبارك الله ما شاء الله الطبيعه الزينه تسر الناظرين. تحيه لخوتي المغاربه وتحيه لخواتاتي المغربيات مرحبا بكم وعيشوا عمانة عيشوا عمانة الاجواء. الدريات كيقول لي انت ما كتقول عمانة قول معانا راني كنقرا راني حافظ معانا
غير كندخلوا دوك المفوكه والمستملحات وصافي. شوفوا كلشي ولا كيتفلسف، كلشي ولا كيدوي بشي لهجه ما عرفت ما كايناش، الا انا باغي نبقى داك الطبيعي، داك البدوي العروبي ديال القاع ديال ديال التوفري ماشي ديال الخابيه. المهم مرحبا بكم هنا حدره اقرمود اقرمود، غنفوتوا هذه باش غنوصلوا للبلاكه ديال راه سي البانو ديال سيدي بوزرقطون، راه البانو ديال مولاي بوزرقطون، راه هنا مولاي بوزرقطون كيف ما كتشاهدوا غنفوتوا غادي ندوروا على اليمين. حنا ان شاء الله مولاي بوزرقطون، كاين اللي كيقول ليه مولا دورين، وكل واحد اش كيسمي هذه المنطقه هنا. جامعات مولاي بوزرقطون، مولاي بوزرقطون هو هذا مولاي بوزرقطون. حنا وصلنا ان شاء الله، حنا ان شاء الله كيف ما كتشاهدوا مرحبا بنا عندكم امالين الدار طالبين ضيف الله. الله يكبر بك، تحيه للاستاذه وتحيه للاستاذه وتحيه للاستاذه من جمعه الركراكه، تحيه بنت صديقي الاستاذ وراه استاذه وخلوها تما، المهم استاذه، تحيه للاستاذات كاملين التعليم. والكعك المسفيوي حاضر بقوة في الشياضمة، فين ما مشى غزا المغرب كامل والعالم كامل. ها انتم كيف ما كتشاهدوا الكعك المسفيوي البلدي التقليدي. هنا ان شاء الله لاكويزين كيف ما كتشاهدوا، المهم لاكويزين فين غادي نخدموا، وديما البلدي ديما. الحاجة اللي عجبتني هو الارتيزانة، الارتيزانة يعني كاينة بقوة. المغاربة المغربيات حافظوا على الصناعة التقليدية والارتيزانة المغربية، على الأقل كل مطبخ عندنا في البيت المغربي يحافظ على التقاليد والثقافة المغربية، وكل شيء على الطبق، الطبق المغربي باش معروفين المغاربة قديما وحتى حديثا. والدار اللي ما فيها طبق ما فيها بركة، واللي ما فيها قصري ما فيها بركة، ديال السمار. هنا كيف ما كتشاهدوا هانتوما، هنا الفيلا على البحر، طالة على البحر. والعرعار حتى هو ما نساوش، بما ان منطقة الشياضمة معروفة بغابة العرعار، العرعار حتى هو حاضر بقوة. احنا ان شاء الله احنا وصلنا عند الناس، تحية ليهم. انتم راني كنطلع على البحر، لا شتوني غبرت راه البحر داني. المهم مرحبا بكم في مولاي بوزرقطون. انتم الدار هنا، تحيه لمالين الدار وتحيه لمالين الدار. هنا ان شاء الله الطواجن ها هما هي فين غادي نسربيو، كيسربيو غير في الطواجن، كلشي غادي تغسل كلشي غادي تنظف ان شاء الله، كلشي نقيها انتم المكان. لابيسين هنا كيف ما كتشاهدوا هانتوما، كي قلت لكم العرعار حاضر بقوه. والكعك المسفيوي ضروري من الكعك المسفيوي. هنايا هانتوما ان شاء الله باش تشاركوا معنا هنا الفيلا، والطواجن كي قلت لكم فين غنسربيو ها هما هي الطواجن، كلشي غادي مغسول مسقطر مقاد. وهنا بلاصه العمل فين غادي نشتغلوا، الماتريال جنا اللحم جنا العطريه جنا كلشي جنا من الجمعه. هنا الله ثم الغرف، تحية لهم من هذا المنبر. وهذه هي السكنة، خليني من الزواق ومن البريستيج الخاوي. ها فيلا على البحر، لا بغات تجي الموت أتجي، غادي ندير بقرانا وخالتكم الفنان هنا وخالكم عبد السلامة. سي عبد السلام مرحبا بك، نهار كبير هذا والله، الا نهار كبير
ان شاء الله هانتوما الفطور كيف ما كتشاهدوا فطورنا، الله يخلف عليهم والله يدير بحسابهم. وفي الطبيعه انا والسي عبد السلام ولالاكم الفنان، لالاكم الفنان هي لا غابت تسنى ولا حضره الدنا، امراه حره وغره. بالنسبه للدجاج ها هو اللحم ان شاء الله راه غنفرغوه، نغسلوا الطناجر المسائل وراه غادي نخدموا غير هنايا غير من الناس سيدي ربي والبحر. ها انتوما ها سيدي ربي ها البحر ها السي عبد السلام. الله يحفظك. انت ارفع صوتك تيسمعوها. قول لي معواشركم مبروكه وبارك العيد. الحقكم شي عيد ولا مازال؟ انت تبارك الله على الساقي. الله يحفظك الله ييسر لك الامور. مرحبا بالسي عبد السلام، مرحبا بكم في اقليم صويره الشيادمه. الفنان انا وخالتكم الفنان. هنا ان شاء الله عندنا 66 كيلو ديال اللحم، 66 كيلو هانتم كيف ما كتشاهدوا. صافي العطيه انا جمعتها ليها بسم الله. 66 تقريبا بحال نص رابعه من الاخر قمعرق ونص رابعه من سكنجبير وشي ربع رابعه ديال الابزار، ربع رابعه ديال الابزار. درت واحد ثلاثة القبطات ديال القزبر وجوج ديال المعدنوس طحنتهم، راه كنيلهم وكنصفيه. شوفوا البنات اللي كتقول لي ديروا على قزب ديروا على قبطة، راه كنصفيه باش داك الحشف يحيد والماء يطلق. هو ملي كيطحن كيعطي الطوع، كيعطي داك لوكو، كيخرج داك المذاق ديالو. صافي ان شاء الله هنا غادي نشرمل. درت الملح، درت الثومة، ما درتش القرفة. صافي باش غادي نشرمل هاد الحيمات كاملين هنايا. انا كنفضل ملي كنخلط كنخوي ونشرمل في الطنجره. كاين اللي كيشد اللحم هكا وكيبدا يغطس فيه، كيغطس فيه ويحط لا العطريه الاولى كتمشي في اللحم الاول والاخر كيبقى هذاك كنقولوا كيبقى الماء المجاري. صافي ان شاء الله هانتوما انا غنشرملو وردو يطيب. هنا ان شاء الله بعد ما شرملت الدجاج كيف اللحم كيف ما كتشاهدوا ديما كندير ليه الطريقه باش تدخل لي العطريه. كيف قلت لكم الا شديتو اللحم وديتو كديروه فواحد الاناء الاول كيهز العطريه وكيتستف وفي الاخر كيبقى فيه مجاري، فلهذا كنشد ديك العطريه كامله كنقسمها وصافي كنقاد بحال هكايا. شوفوا ممكن تشحروه، هو راه ما كيتقلاش اللحم المحمر ما كيتقلاش باش ما يتجمعش ما يكراش. هنا ما كاينش الزيت، كاين غير الابزار سكنجبير خرق معرق المروزيه وسيبيساقا كلها الثومه والربيع اللي هو القزبر والمعدنوس وشويه ديال السمن. ملي غادي يتشحر عاد غادي نزيدو الزبده وغادي نزيدو زيت الزيتون، كندير زيت نباتي على ود هاد الشحمه. هاد الليدام، هاد الليدام كامل كيطلق في اللحم الا درتو الزيت النباتي، وهاد الليدام كامل غادي يطلق كتولي اللحم مجلج. ملي كتجي تحطوه في الطبسيل سيرتو الا كانت منطقه يعني كان وقت البرد او المنطقه فيها البرد كيولي بحال الشحمه من الجناب، ما يجي فين يوصل للناس حتى وكان كيبرد. المهم ان شاء الله حنا غادي نطيبو في الطناجر وغادي نسربيو ان شاء الله في الطواجن وتابعونا. هنا البحر كان قبيله الرمله لهيه، كان الرمله دابا هانتوما شوف. وهنا صحاب الشراعه شوف تيتبحروا صحاب الشراعه. الله ما بان لي انا كامل ما شتش قعدتهم. ها هي الطيطيشه لو كنطيح ها واحد طاح لي، ها واحد طاح لي الشراع. ها هي امي مزيان هنا قالك برزخاني لا يلتقيان. شوف سبحان الله العظيم من هي من الشراع كيبان المزرق ومن هنا مخود سبحانك يا جالي. ها شوف وهنا ردم هذاك راه تقعد راه قاعد الشراع. وهنا ان شاء الله تحت الطلب ديال الشريف والاستاذه والعائله قال لك بغاو الدجاج بالدغميره باش ان شاء الله غادي ندير لهم واحد 10 طيور تقريبا ثلاثه الحطات غادي نصاوبهم لهم هذوك امبورتي كنقولوا حنا امبورتي تحت الطلب. والله يجعل هذه الصدقه له والله يحفظكم ويضمنكم وييسر اموركم كاملين وليدات بنيات
اللي بغات تزوج الله يسقم ساعدها، واللي بغات الاولاد الله يطلق حزامها، واللي بغات شي غرض الله يقضي ليها، والوليدات الله ينجحهم، من تحضيري تل من تل فوق حتى صافي تقادت القرايه. المهم الله يحفظكم رجاله وعيالات، ويشافينا ويشافيكم ويشافي كل من هو مريض واللي نوى شي غرض. انا كيف قلت لكم عهدا عليا، انا جيت لهاد البلاصه سميتو هاد مولا دورين، سميت الوالد مولاي بوزرقطون، مولاي بوزرقطون مولا دورين، حيت كيهزوا منه ويعاودوا يحطوا فيه. تحيه لخوتي المغاربه، مرحبا بكم. حنا راه دابا كلشي صاوب ان شاء الله باش غادي نصاوبوه، وتابعونا حتى نكملوا. هنا ان شاء الله كي قلت لكم تحت الطلب ديال الشريف وديال الاستاذه بغاو الدجاج، درت لهم هنايا 10 طيور ديال الدجاج اللي طايغ نطيبوا لهم ان شاء الله، هادو غبيناتهم يتغداو بهم، وهذاك الشيء ديال الحمد ديال الشرفه ان شاء الله. وتابعونا هنا بالنسبه للحم، انتم كيف ما كتشاهدوا محمر باقي خضر، هو زدتو الزبده والزيت، شوفوا اللحم كيفاش دايره، الدور ديال الزبده كتعطي اللمعه كتخليه انه ملمه. صافي انتم راه ثلاثه طناجر عندي، ها الثالثه وهذه ديال الدجاج. صافي هانتوما كيف ما كتشاهدوا كلشي، ها هو الفرنوات، هذه فيها اللحم، هذه فيها الدجاج، هادو اللحم بجوجات. ايوا صافي لهيه هذيك البرقوق، هنا البصله، وهنا قهوه خالتكم الفنان، قهوه خالتكم الفنان كوي كوي. اليوم راه حنا سالين نشربوا في القهوه. تسمو هذا سيدي واش اسمك؟ سميتو السي مولا دورين، اسمو الاخر سيدي بوغاوتي، مولاي بوغاوتي ولا ما تلفت سميه، والله الا تلفت نخرج نقراها. المهم مولا دورين ولا سميتو، ها هو كنشربوا فيه القهوه، قهوه خالتكم الفنان. وتحيه المديحة بنت خالت الاستاذه، وتحيه المديحة من هنا تل اسفي اش من حي ناسو حي وريده، حي وريده وا بنات حي وريده، ولقيتها بالشياط معك وكاس مضر عليا انا لقيتها. المهم مرحبا بكم كاملين، الحلاوي ها كاين على الحلاوي على الكلاص، باكم العبد اليوم عايش الله، هاي عايش الله في، المهم عايش فوق. المهم مرحبا بكم، الله يحفظكم الله يضمنكم، حفظ بنياتي انا وربي يسهل عليهم ويشوف ويعلي شانهم ويعلي درجتهم، وبنيات المسلمين كاملين، وبنيات عبد السلام ووليدات الفنان وكل شيء. هنا ان شاء الله درت الدغميره، الدجاج راه طاب، الدجاج طاب، الدجاج هو سير كيتحمر. هنا البرقوق، اللحم، هنا انتم اللحم، شوفوا تبارك الله ما شاء الله، هادو جوج تم طابو، الثالثة هي قريبة طيب. وهنا البصلة، شوفوا ديما هاد القنيصات ها هما، وهنا البصلة هاي ياسر كنطيح فيها، ساهلة، شرب مزيان نزيدها الزيت، صافي ونجمعهم. هنا ان شاء الله باش غادي نقليو اللوز خويا الفنان، ها انتم اللوز على الزيت بارد، ها الزيت بارد صافي. هنا البرقوق هو صافي طيب، كلشي ناضي، اللحم طيب، دابا بقى لينا غير نحطو يتجمعو الشرفه ان شاء الله باش نحطو لهم. وهنا ان شاء الله الدغميره ديال الدجاج ديال 10 طيور، ها انتم شوف شوف الدغميره كي كتجي، كتجي معايا الكا شوف لا تتحط، شوف شوف القيدامة، شوف راه درت فيها واحد الكجني واحد ديالهم، بلا ما يبقاو واحد الناس ما ساكنينش هنا ما يبقاو يتلاوحوا، ها طيبتهم ولكن رميتهم حتى الاخر عاد رميتهم. قال لي اليوم الشرف انني تلاقيت مع صاحب اكبر عدد ريستورات فرنسا. Tout le monde m'appelait Gérard de Pardieu. Oui, mais votre prénom Philippe. Philippe. Par français. Bon. Amis marocains, je m'appelle Philippe. Je vous présente Aziz. Aziz, le meilleur cuisinier du Maroc. C'est vrai. Il nous a fait un petit veau sauté aux épices du Maroc. Du Maroc, oui. Et un poulet délicieux. Et Aziz, le poulet. Aziz. هنا اليوم حصل لنا الشرف اننا نتلاقاو مع مسيو فيليب، مسيو فيليب عنده اكبر عدد ريستورات في فرنسا، باكم العبد ياه
بالسلام عليكم غنمشي لفرنسا غنمشي معاه مسيو فيليب لفرنسا غنقطع البحر عامل هنا غنمشي طياره غنمشي الاخيره هي جايه. المهم مرحبا بي عندنا في المغرب ومرحبا بالمغاربه كاملين وانا راه المغاربه بلادي والله بلادي ما نخويك وانا عقوبتي ليك دوزنا الغربه بما فيه الكفايه. تحيه للقنصل السعودي اللي كنت انا كنشتغل معاه زمان وتحيه لخوتي المغاربه المتبعين الكرام. واليوم راه مسيو فيليب راه جا عندنا وكلا ماكلتنا وعجبته والله يوفقه في العمل ديالو وفي المسيره ديالو. Et Philippe, il va monter un petit restaurant français à Essaouira avec son fils Charlie. Inch'Allah, Inch'Allah. Il va faire un projet ici, il va faire un projet, Inch'Allah, qui vous dit « Merci à vous, les Maghrebins ». Il est en France, il y a un restaurant de dialogue. والناس يعني الاجانب والمغاربه اللي غتجيو راه غيديروا واحد الريستورو صويره غيدير ريستورو خاصه بالماكولات المغربيه وانا اللي غادي نكون على راس القائمه ديالها واللي غنكون مسيره ان شاء الله. اي ان بيتي بيزو ا ما فام كو جيم بوكو كي اي اون فرانس جو تيم جو تيم بوكو بوكو او تيم او تيم. هنا ان شاء الله باش غادي نحطوا الدجاج اللي كي قلت لكم امبورتي تحت الطلب غنحطوه في الطاجين داكشي بلدي. وتحيه لمول الدار اللي هو السي توفيق تحيه لي من هذا المنبر الشريف الكراكي وكنشكروا على الاستضافه ديالتنا عنده ومن المتتبعين ومن المعجبين بالصفحه هو الاستاذه. ومرحبا بكم تنتوما خوتنا المغاربه والف مرحبا. الكاوري راه هو اختو راه دخل دخل داويعه وحده يعاود لي مول الدار دخل داويعه وحده. الله يوفق الجميع. هذاك راه عنده اكبر عدد في فرنسا ديال الريستورانات ما عرفتش بالضبط فين وباغي يدير شي ريستورون قال لك هنا في صويره قلت له ماشي مشكل هنا علي بغاني نخدم ليه نخدم ليه. مرحبا بكم يلا يلا هنا ان شاء الله باش غادي نحطوا في الطاجين الملكي. طاجين الملكي كيف ما كتشاهدوا هنا الدجاج هو محمر تحت الفرينات هانتوما محمر تحت الفرينات. هذا راه حمق الكاوي هانتوما تحت الفرينات الدجاج ديال بوكم العبدي مجموعه ديما ما كنكتفو ما كيكتفني. شوف هنا هضر غير نعم انا سير حق بسم الله الاخوات اللي قلتوا لي واحد البنت قالت لي علاش ما كديرش دغميره علاش ما كديرش علاش كدير دغميره فوق الدجاج باش يلمع الدجاج ملي كتحط فوق منه ديك الدغميره والزيت ديالها كيهود عليها كتلمعوا كنقولوا كتسخنوا ما يمكنش غادي نحطوا الدجاج وكاك نقولوا قراح باش حتى الناس ملي يجوا ياكلوا كياكلوا ديك الدغميره ملبيه فوق الدجاج بحال هكا راه هذا هو الدجاج الدجاج المدغمر. هنا ان شاء الله باش غادي نديروا الزيتون. شوفوا احسن زيتون هو زيتون مسلالة احسن زيتون هو زيتون مسلالة ونكون مشرمل ولكن حنا الظروف درنا هاد الزيتون الاحمر عادي جدا. اليوم ما كاين لا هريسه لا والو دياب بلدي على حقه وطريقه دياب بلدي على حقه وطريقه صافي. هنا ان شاء الله هذا هو الطاجين الملكي وكنتمنى هنا الاعجابكم يرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم وما تنساوناش من اللايكات والبارطاج والابوني. هنا ان شاء الله غادي نحطوا اللحم كيف ما كتشاهدوا هنا اللحم هو هذا الشق النهائي وراه كلشي غادي نتبعوهم بحال هكايا كلشي الطواجن ان شاء الله مع عندنا شويه الريح والخدمه كتكون يعني واقفين عليك الناس. المهم انا وريتكم هذا هو الشق النهائي وكنغطيو الطاجين